هذا ووجه الجرحى المعاقون رسائل عيدية إلى أبناء الشعب اليمني وزملائهم في جبهات النضال، مؤكدين أن جراحهم لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا على دعم استكمال عملية التحرير. أهنا الشعب اليمني العظيم بمناسبة العيد الأضحى المبارك، وهنا إخواني المجاهدين بالجبهات، أقول لهم كل عام وأنتم بخير وعيد مبارك. هنا الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى، وأهنئ الجيش الوطني والمجاهدين في الجبهات جميعا، وأهنئ أصحابنا وأحبابنا أخوان الجرحى، ندعي لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله. نهني الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، ونهني كذلك الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبطالنا البواسل المرابطين في الثغور والميادين، ونهني كذلك إخواننا وأهلنا وأقاربنا أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية الإسلامية بالخير والنصر والتمكين إن شاء الله. أهني إخواني المرابطين الأبطال في مواقع العزة والكرامة، وأهني إخواني الجرحى، وأهني تجمع نجم الإصلاح الأستاذ عبد الحافظ، وأهني شاغل يغني كاخا، وشهادة الجرحى والرحمة والخلود الشهداء. نهني الجيش الوطني المرابطين في الثغور وأخواننا الجرحى، ونهني الشعب اليمني كافة، ونهني حزب التجمع اليمني للإصلاح على رأسهم الأستاذ عبد الحافظ الفقيه.